اياكم داهم هل انتو الله عليه ابدا سلامتكم خبره سلامتكم انت خبره ذا الملكات جينا بما تجين اسلاف احرف اليمن والقبيله في عموم اليمن وخصوصا الاحترام المتبادل بيننا ومحافظه المحلي والجوره التي تربطنا بيننا وبين الجمال وجينا بما يسلي ويرضي والجميع اخوة وعلى الشر عوام انتو عارفين زله حصلت والزله قد حصلت وانتو لها سلامتكم لا وسهلا بكم وما حد يسلم من الزلات ما حد يسلم من الزلات ابدا ولكن طارت المدايا مشايخنا واهلا وسهلا والموقف من بدايته والناس مطلعين على ما حصل وكان الامور عافيه وسلامه ولكن قدر الله ما شاء فعل والان وصلتوا واهلا وسهلا بكم والشكر بعد الله سبحانه وتعالى لكم يا مشايخ الحيمه اللي بديتوا من البدايه الشيخ يحيى والشيخ منصور وكذلك نوصل شكرنا للشيخ صالح بن شاجه الذي كان في الموقف من بدايته وعلى كل حال كراما لهذا الوجيه اللي حضرت وعلى ما قلت احنا اخوه وبالاخص المحوي والحيمه شهد الله ان احنا اخوه ومفصل واحد ومختلطين دم ولح ولكن نقدر بعضنا البعض قليل واذا شيء قوي نرده وعلى كل حال وصلتكم اليوم على العين والراس تمام ما جيتوا به مقبول وعافيين باسم آل الجمالي عفو شامل كامل باسم مشايخ المحوي عافيين عفو شامل كامل وارحبوا اهلا وسهلا ما قصرتوا وجيهكم وجيه كبيره علينا وغالي احنا لا يسعنا الا اذا تجاهلنا او نسينا ابن شاجع قائدنا وكبيرنا وعاقل القوم وقدم واجب والجميع ولكن ما شاء فعل واحنا انتم سطر منكم العف واحنا نقول باسم الحيمه الحيمتين وباسم راجح الحمضاني وباسم من وصل الى هذه الساحه هذك بيضات انا لكم مبيضين لكم هذا السلاح تسلم ما دام جاي